لأنك لست من هنا، لبسام الشماع. ولأنك لست من هنا بل من هناك، حيث أشباح الطمع والولع بسلب المنى، لكنك لست من هنا. جذورك شتات، ضميرك مات، فأنت نسر الجيفة وغرور الذات، قاتل لطفل في عمر الهنا، ولكنك لست من هنا ولا من هناك. ورغم أسوارك وفوهة سلاحك، ورغم الوعود وعد وراء وعد، لأنك لست من هنا فقد صفعتكم وعد بكف بركاني، أثبت للعالم أنك أيها الغازي قد أتيت من الطرف الثاني، لعالم تغاضى عن حق صاحبه الفلسطيني. أتراك نسيت حطيني؟ لا، بل ذاكرها ومذاكرها، وتخشى إعادتها، وتخاف أبطال الحمى، لأنك لست من هنا. فتجرف أرض زيتوني، وتهدم بآلاتك بيوتي، وتعربد في دروبي، وترتل تلمودك في باحتي، ولكن لأنك من هناك، ولأن دم شهيد ماء ورد يطيب دروبي، ولأن يوما سوف تتحد شعوبي، نقف معا موقف عز وعروبي. فانتظر أيها اللعين قريبا صلاح الدين الأيوبي. اقرأ تاريخي لتعلم، اقرأ تاريخي لتعلم أن في كفاحي عاش من عاش، وفنى من فنى، ولكنك لن تفهم معنى الشهادة، لأنك لست من هنا. بقلم بسام رضوان الشماع، المؤرخ وعالم المصريات. بصوت هشام نادي شعبان.